شفتوا بعينيكم ان حضرتوا معنا من قبل، يعني هذه المبادره قامت بها وزاره التجاره يعني من قبل، احنا من هذا ماهوش باليوم التحضير، بدا من بدايه السنه لاتمام انجاز هذه الاسواق. الحمد لله رانا لاحظنا وعنا وفرة كبيره جدا في مواد المدرسيه وكذا من حيث النوعيه، وركزنا ايضا وتقدروا تعينوها بنفسكم على ان كبير من المنتجات راهي منتجات مصنعه محليه، يعني هذا الانتاج المحلي هذا نفتخر به على اساس انه ذا نوعيه كبيره يواكب المنتجات العالميه. انطلاقا من الوفره تكلمنا مع هذا المنتجين، هذا تكلمنا باش يبقاو في الاصغاء للعائلات الجزائريه باش يعطوا لها هذه المنتجات باحسن الاسعار. رانا رفقناهم من الاول، يعني ماهوش من اليوم، واكدنا عليهم على ان تكون الوفره مثلا في هذا المعرض الذي سيدوم 16 يوم على مستوى لاسافيكس، يعني ان شاء الله حتكون اسعار تنافسيه. ندعو العائلات باش يجوا يشوفوا هذا المعرض ويقتنوا هذه الادوات هذه. وبغض النظر على هذا المعرض، راني في 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 مثلا في العاصمه عندنا عده معارض تاع الصابلات، راهو حال راهو يمشي، راح نحلوا واحد ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله على مستوى سيدي عبد الله، على كافه الولايات راهي كاينه معارض بنفس الحجم وبنفس الوفره وبنفس الاسعار.